بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا في الدرس السابق من آداب قضاء الحاجة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه، ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وله المسح على الخفين، ولا يكون وضوءا شرعيا إلا بالنية لاستباحة الصلاة. قال الشارح عفى الله تعالى عنه: الوضوء بفتح الواو وضمها، فبالفتح اسم لما يتوضأ به وهو الماء. الوضوء والوضوء، فبالفتح الوضوء اسم لما يتطهر به وهو الماء. يقال أتي بوضوء، أي أتي بماء يتوضأ به. وأما بضم الواو الوضوء فهو اسم للفعل، فتطهر الإنسان بغسل وجهه ويديه إلى آخر أعضاء الوضوء، هذا يسمى وضوءا، فالفعل بالضم، والآلة التي يتوضأ بها وهو الماء بالفتح، ومثله طهور وطهور تقدم معنا. فالطهور بالفتح ما المراد به؟ اسم لما يتطهر به، يطلق على الماء على التراب، طهور. والطهور بالضم هو فعل الإنسان من الوضوء أو التيمم أو حتى إزالة النجاسة، يسمى طهور. قوله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر، تسمية الله جل وعلا في أول الوضوء، هذا حديث الواردة فيها ضعف كما سيأتي، والجمهور على الاستحباب لا على الوجوب. أي يذكر اسم الله، أي يذكر اسم الله في بداية وضوئه. وهذه المسألة وجد فيها خلاف كثير عند أهل العلم، لأن الأحاديث الواردة في المسألة لم تخلو من ضعف، قد جاء عن أبي هريرة وعن أبي سعيد وعن سعيد بن زيد رضي الله عنهم وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث جميع طرقه ضعيفة، والظاهر أن الضعف فيها شديد، وأنها لا تصلح للتقوية، فبعضها شديد الضعف في إسناده من لا يستشهد به، وبعضها خطأ من قبيل الشاذ والمنكر، والشاذ والمنكر أيضا لا يستشهد به، فبعضها من قبيل المتروكين، وبعضها من قبيل الخطأ والشاذ. فالصحيح أنه لا يتقوى. وقد أعل قال: قد أعل وأنها لا تصلح للتقوية، قد أعلها الحفاظ كالبخاري وكذلك أحمد، وجاء عن غيرهما إعلال هذه الأحاديث الواردة. فالذي يظهر أنها لا ترتقي للصحة والحسن، بل تبقى على ضعفها، والمسألة اجتهادية. فبعض أهل العلم يرى التحسين كالإمام الألباني رحمه الله، وسبقه آخرون من أهل العلم. والذي يظهر لنا أن الحديث لا يزال على ضعفه، وعلى هذا فلا تكون التسمية واجبة، وإنما تكون مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أعماله بالتسمية. وأيضا إذا تدبرنا أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عمن تحفظون أحاديث الصفة صفة الوضوء؟ عمن تحفظون أحاديث صفة الوضوء؟ عندك حفظ؟
في الصحيحين عن عثمان بن عفان. وعمن تحفظون؟ عندك يا سليم؟ من تكلم؟ عن عبد الله بن عباس أخرجه البخاري. وعمن؟ عند المتأخرين. مشاركة المتأخرين تعتبر نعمة. ما عندك؟ الذي رفع يزيد. وعن عبد الله بن زيد متفق عليه. وعمن؟ ما شاء الله أتيتم بخير. عندك يا صنعاني؟ وعن علي بن أبي طالب خرجه النسائي وأبو داود وأحمد، حديث صحيح. وعن من؟ عندك يا وجدي؟ وعن عبد الله بن عمرو العاص خرجه أصحاب السنن وأحمد، بعض أصحاب السنن وأحمد. ها وأنت؟ عن؟ ارفع صوتك. عن لقيط بن صبرة، يعني جزء يسير ما ليس كاملا في صفة الوضوء. عندك أيمن؟ عن أبي هريرة، يعني ما هي صفة الوضوء كاملة؟ أي حديث؟ أحسنت، يعني ما يتعلق بغسل يدين المرفقين والرجلين حتى مضى الكعبين، يعني ذكر ما يتعلق بغسل اليدين والكعبين، وأيضا جاء عن ربيع بنت معوذ عند أصحاب السنن، وعن المقدام مع دكرب عند أصحاب السنن. كل هؤلاء لم يذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام التسمية في أول الوضوء. لو كان من الشروط ومن الأركان ما تركه جميع هؤلاء. فتواردهم جميعا على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكروا أنه سمى الله في أول الوضوء، هذا يدل على أنها ليست من الواجبات. هذا دليل واضح على أنها ليست من الواجبات، وأن الحديث لم يثبت. فهذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد، وأيضا كيف يتوارد جميع من سمع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر التسمية في أوله. قال: وعلى هذا فلا تكون التسمية واجبة، إنما تكون مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ أعماله بالتسمية. قال هذا من كلام الشوكاني: يجب على كل مكلف. طيب قوله أحسن، قوله يجب على كل مكلف. قوله يجب على كل مكلف أن يسمي، إذا ذكر، إلى هنا العبارة تسمية إذا ذكر. الشوكاني رحمه الله يذهب الآن إلى الوجوه، أي بهذا الكلام، لأنه يرى تحسين الحديث المذكور، وقيد الشوكاني رحمه الله الوجوب بالذكر إذا ذكر، ومعناه أنه إذا نسي فوضوءه صحيح. فالشوكاني رحمه الله يرى أنه ليس مضرا بوضوءه، بينما بعض أهل العلم الذين يرون ذلك شرطا يقولون إذا لم يسم فوضوءه غير صحيح. فعليه الإعادة، رواية في مذهب أحمد وأخذ بها بعض المتأخرين، وإلا في جمهور العلماء على الاستحباب. والصحيح في المسألة أن التسمية مستحبة فقط، فإذا سمى يؤجر ويثاب، وإذا ترك فليس عليه شيء، لأن الحديث الوارد في المسألة ضعيف، ولأن جميع من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى الله في بدء وضوئه، ولو كان ذلك واجبا وشرطا ما خلت جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة صلاة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، والله أعلم.
وبعيد في المسألة قول من قال إنه أن التسمية بدعة أو مكروه، هذا قول باطل، التسمية على كل شيء مستحبة. إذا بدأ في أي عمل يريده ويسمى الله مستحب. التسمية استعانة بالله جل وعلا، قوله يتمضمض ويستنشق. بدأ الشوكاني رحمه الله بذكر الواجبات ثم ذكر المستحبات. قوله ويتمضمض ويستنشق، أما الاستنشاق فقد جاءت فيه أوامر واضحة كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقال في رواية: فليستنشق بمنخريه من الماء. والمضمضة لم يثبت في الأمر بها حديث، وجاء في حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. جاءت زيادة في بعض الروايات: وإذا توضأت فمضمض، وهذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة، وأكثر رواة الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة، وقد ذكرنا طرقها في كتابنا فتح العلام. تفرد بها الضحاك بن مخلد أبو عاصم، وخالفه خمسة من الثقات، لم يذكروا زيادة وإذا توضأت فضلا. ذكره الحافظ في بلوغ المرام برقم 36. الضحاك بن مخلد رواه عن ابن جريج وذكر هذه الزيادة: إذا توضأت فمضمض. خالفه أربعة من الرواه لم يذكروا هذه الزيادة، وهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ويحيى بن سعيد القطان، وحجاج المصيصي، وخالد بن الحارث. فهؤلاء رواه عن ابن جريج بدون هذه الزيادة، فهي تعتبر شاذة. ويؤيد شذوذها أن ابن جريج شيخهم قد توبع بدون ذكر هذه الزيادة، إذن ابن جريج نفسه شيخهم له متابعات بدون زيادة. فقد تابعه سفيان الثوري، ويحيى بن سليم بن سليم الطائفي، وداود بن عبد الرحمن العطار. كل هؤلاء الثلاثة رووا الحديث عن إسماعيل بن كثير شيخ ابن جريج بدون هذه الزيادة. وقد جاءت الزيادة بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. جاءت الزيادة في طريق أخرى بلفظ: وبالغ في المضمضة والاستنشاق، وهذا أيضا شاذة، فإن المبالغة في المضمضة ما تضر، إنما المبالغة في الاستنشاق قد ينزل الماء إلى المعدة، أما المبالغة في المضمضة مهما بقي يتمضمض ما تضر. فالمحفوظ: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجها الدولابي، والدولابي في حفظه شيء. نعم، ثبت رواها عن عبد الرحمن بن مهدي وزاد هذه الزيادة. عبد الرحمن بن مهدي نفسه أخرجه عنه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى الحديث بدون هذه الزيادة، فالخطأ من الدولابي والله أعلم، لأن عبد الرحمن بن مهدي الذي روى عنه الدولابي في حفظه شيء. ثم أيضا عبد الرحمن بن مهدي تابعه في روايته عن سفيان الثوري جمعا، وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق الصنعاني، ويحيى بن آدم، محمد بن يوسف الفريابي، والفضل بن دكين، ومحمد بن كثير العبدي. كل هؤلاء روى الحديث عن الثوري بدون زيادة، فهي زيادة شاذة. إذن لم تثبت الزيادة لا بلفظ إذا توضأت بما فمضمض، ولا بلفظ وبالغ في المضمضة والاستنشاق، إنما هي وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الإمام أحمد استدل على وجوب المضمضة
بعموم قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فقالوا الغسل بالوجه بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله أنه بالمضمضة والاستنشاق والغسل، والذي يظهر أن المضمضة والاستنشاق شيء زائد على غسل الوجه، فإن الوجه هو ما واجه به، الوجه معلوم حده معلوم، وأما داخل الأنف فلا يعد من الوجه، وداخل الفم ما يعد من الوجه، وإنما استفدنا وجوب الاستنشاق من الأدلة المتقدمة. ولذلك نحن اخترنا أن المضمضة مستحبة لعدم ثبوت أمر بها، بينما الاستنشاق من الواجبات. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان، لأنهما من الوجه، والوجه يجب غسله، وعليه فيجب المضمضة والاستنشاق. والصحيح أن غسل الوجه إنما هو غسل لظاهره، والمضمضة والاستنشاق أمور داخلية، كما أنه لا يجب غسل العينين في الداخل، فيكون الحكم على ما دلت عليه الأدلة الأخرى. فالاستنشاق صحت الأحاديث في الأمر به، وعليه فالاستنشاق واجب من واجبات الوضوء. وأما المضمضة فتكون من المستحبات على الصحيح، وهذا قول أحمد في رواية، والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق كل منهما مستحب، أما الجمهور فيرون الاستحباب للمضمضة والاستنشاق بحجة أن الله عز وجل لم يذكر ذلك في القرآن، ذكر غسل الوجه فقط. ولكن قد جاء الأمر بذلك في السنة، ألا وإني أتيت القرآن مثله معه، والسنة تبين القرآن، جاء الأمر به ذلك. والأمر يقتضي الوجوب ولا نعلم صارفا له. والجمهور على أن المضمضة والاستنشاق كل منهما مستحب، واستدلوا على ذلك بأن الله عز وجل لم يأمر بها في القرآن، وأجاب العلماء بأن الواجبات شرع تؤخذ من القرآن والسنة، والصحيح هو وجوب الاستنشاق لصحة الأحاديث في الأمر به، وأما المضمضة فالراجح أنها من المستحبات. أضفنا كلمة صلاة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 42 في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الشوكاني الدرر البهية كتاب طيب للمبتدئين، فقد كان كثير من أخواننا يشق عليهم أن يبدأوا في العمدة أو في البلوغ، فما شاء الله كتاب الدرر البهية فنعم يعتبر منهجا للمبتدئ يبدأ به ويجده سهلا يسيرا عليه، لا سيما مع شرحنا هذا سلكنا في مسلك نعم التسهيل واليسر، وعدم نقل الخلافات في المسألة، عدم التوسع في نقل الخلافات عمدا، تركنا ذلك عمدا، وإلا نستطيع أن نأتي بالخلافات وننقلها، لكن المقصود أن يكون كتابا للمبتدئ يفهمه ويسهل عليه، ثم بعد ذلك يشرع في المطولات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.